بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكيل وبغل فرطني السقالات كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الحج بين كسو جري، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم. حباب هاي ما يندب للمحرم وحلوص يا أم الله يري قفك محرم كحاجقة يا وغير قف محرم أهيم بقى قتل دلكيس وحيابها يا أمان تشارع عضو يقوب باقذ قفك حج صوحي لي وقفك لبا إني الدلان ومن الدواب حيوان كنولة في الحل حرم كبحيسية والحرم حرم قده سبا. حدثنا هارون سعيد الأيلي وأحمد عيسى قال أخبرنا ابن وهب بن عبد الله بن وهب المصري أخبرني مخرم بكير ابن عبد الله الأشج عن أبيه بكير بن عبد الله قال سمعت عبيد الله بن مقسم القرشي بن مقلي يقول له سمعت القاسم بن محمد التيمي يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى زوج النبي نبي حاسكي سيد بن مقلي وتقول له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أربع أفر كلهن دمانت فاسق ومدحت قدبان. أربع من الدواب وهي أفر كمد حيوان كنولي تكوبا كلهن دمانتوت فاسق وامد حد قدبو كبحا حدود حيوان كلو يقانا يو كحد قدبا ضدك بن آدم كأما آدبها يقتل والدليا في الحل والحرم. حل حرم أفر توالق دليا مد كوباد الحداءة حنقروفت أمسو القوي باشا لو يقانا بقليا حنقروف نواليا فرق قويس نوالي لذا قليا نسو القويس بيدا هذا و وهو لبضان تايباشن حمشده هو أجا أما قلايد كوين أما مدد كوين أجا تفتوى عرض يركا هيل بكا تفتوى ويح جودان بهيل مودة فرها تلك جويس الحدة بقل يو إيو حنقرف ولا إذا هذا إيو والغراب تكوه تكاه سنوا للدلة هي والفارة شيرك أما الدول لجا إيو والكلب أيجا على عقور بقنا جويس كي هذا عنكا أيجا ذا عنكا. قال وحوجي نك عبيد الله ابن مقسم القرشي فقلت للقاسم حانكوري أفرأيت الحية أبي صدق ور وحد شكتي بقلي يتكئي تشير أي درعنا شكتي بل أبي سك ورا ما مسك ورا. قال وحلو تقتل ولا دلا يا يدنا بصغر لها مع ذل لها صغر لها مع إهانة وذل لها وي بمذلة سحب بلود لبان لون حريصا مايو حتى يعد الجزية تعيد وهم صغيرون ثم قرن يسال أيضاً لحرمينين أولو من الدين أولو أبيرين بأن الدلو كوا أيضا بكسي الدرنبا تقتلوا لدلايا بصغر لها مع صغر بمذلة وهي معها بالقدل والله نحريسا ما يو. حديث عائشة أي شيخ كب الله ببابك للاستدلال لحم متابعنا وشيق دونا كدي من حديث من عمر بكشاهد وكين دونا سديد متابعنا وشيق دونا متابعاتك مرك حديثك عائشة هذا من طريق قاسم محمد ولي إدو طايا قاسم محمد بن بكر الصديق وهي التيمي وعن عمتي كورنا يوم المؤمنين كد بالمكان ضمن الروايات كم بين حديث كفقه سات الماما إن شاء الله. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا غندر محمد بن جعفر الهذلي عن شعب بن الحجاج وحدثنا المثنى محمد المثنى العنزي وابن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر مرك لبدا مدادي يا أبو بكر بأسكم متابعين في غندر يوحوك لقال إن غندر بننا وإنه حدثنا حدثنا محمد جعفر حدثنا شعب بن حجاج أبو بسطام الواسطي قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد المسيب المخزومي عن عائشة رضي الله تعالى عنها متابعتي مركا لبدا واتنا وطريق سعيد المسيب عن عائشة وحان زهر رسي طريق القاسم محمد عن عائشة أنه قال خمس النبي يقول إنه خمس فواسق شن وحاويك واحد كتبه أو بأن يقتل والدليا في الحل والحرم بنان كحرم كي يقديه سبوا والدليا الحية أبي صدى يا مسك يا والغراب وحي صلاة دحدي لقدلي شري والقدلي حاجك دحدي سنة الحية أبي صدى يا والغراب تكها الأبقع بعد كلي أما عط غراب الأبقع وحال يا ومتك البقع في اللغة هو اختلاف اللونين البقع في اللغة اختلاف اللونين لبن مذبو اسوي دارسون كلا دوما بقع الله إذا تكو وحلو يقنينو وذا مذوي هلو يقنه هدي قار كي يشفق وعداده
أما هو مريج عادي شو أنت كان لو مدوية كاسة أبقى على وامد كو شو قل حنوي تقياش كو خير درن وي وسي درين والغراب الأبقع تكها بعد كلا أما عدين كلا يو الفارة تجير ك يو الكلب العقور أيجا دطعن كا كل صبع يعقر ولا كلب العقور دقا جوحي وحنا مدري أدمها والراسية شبيل كا يوحي لها المملكة ييدا وكل والا يدا حتى اللي بحا سو قال والحديه هي فرغيست اما بقاليده اما حن غروف حتى دادان باش سول باش سول ما غرني وحدثنا ابو الربيع الزهراني سليم بن داوود العتكي حدثنا حماد وهو بن زيد بن درهم البصري حدثنا هشام بن عروه عن ابي عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى ومتابعتي صدحات اما الله بعد قال هويدن وحيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق شان وحاوي كواحد قدبه او كحد قد بآدمها ويرو خرر اه وقال اسكي عليه يعلى اسكي هذا أباهن يقتلنا في الحل في الحرم والقدري أما حلقة معلوم وي العقرب هذا وحين مرينا أفر بالقصوة باللابي رواية الضنب وحي قدرتي أفر تمحي قدرتي الحي قدرتي شن بين نقدين شن أي نقدين رواية الضنب مركة هشام بن عروة عن أبي عروة زبير وحي قدرتي العقرب ونوران أين كجرين محي نقدين مرك لح العقرب دبق اللوعه اما هنقر الله هران نقول يا هذا طيب يو الفاره تجيرك يو الحديه حنقرفت اما فرقيست يو الغراب تكه يو الكلب العقور يأيق ضد حنكاه وحدثناه ابو بكر بن شيبه وابو كريب قال حدثنا ابن نمير عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا هشام بن عروه عن ابي عروه بن زيد بهذا الاسناد عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع البصري حدثنا معمر بن راشد وعروة اليماني عن الزهري محمد مسلم بن شاب الزهري عن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم شان وحوي أما شان حد قدبته خمس فواسق هي خمس فواسق أنت وي مركة ويكل الدوانتهي ومرنا والسكو إضافيني مرنا هذا وحاوي إضافة لأنوي خمس فواسق يقتلن في الحل في الحرم والقد لي الفارة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور رواية أنت مرة مرة هواي جمع عيسي شن كميضة ومركة وحكتك أبي السادة أمام مسكي وحدثنا وحكوا الحديث كعور بن زمن نووري عبد بن حميد الحافظ صاحب المسند والتفسير أخبرنا عبد الرزاق بن همام السنعاني صاحب المسنف والتفسير أخبرنا معمر أبو عروة اليماني بن راشد عن الزهري عن بهذا الإسناد قالت أمر رسول الله شنوال الدلي شنوال الدلي وأنه سومر صيغة الأمر هذه بصيغة خبر كسو أرورته أنها آكدوا وأوكدوا من الأمر الصريح في الأصول هذه كخبر أهان الله شيئا wixii amar looga jeeday khabar ahaan loo sheego inuu ku xog badan yahay oo ku culus yahay marka amar qayxan lagu amro macnihiisa sida ah waa laga soo taqaato soo amarku waa qayxan baa lagu sheegay amara rasuulullah rasuulka ay wuxuu amray sallallahu alayhi wasallam bi qatl khams fawasiqa shan had gudubto horar ah dilkoodu ummada amray fil xilli banaanka xaramki iyo wal xaram gudaha lagu dilo thumma dhakara abdurrazzaq wuxuu sheegay illa abdurrazzaq ba mutabi'a روايته يزيد بن الزهري عن معمر بأهيد عن الزهري هنا وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد ثم ذكر عبد الرزاق وحوشة بمثل حديث يزيد بن الزهري على البصري أبو شيقة وحكوري عن معمر وحب موسى قدرين وي وحدثني أبو الطاهر وحرملة يحيى التجيبي أبو الطاهر أحمد عمرو بن صرح قال لبدأ إمام وحيدة هذين أخبرنا من وهب بن عبد الله أخبرني يونس يعني من زيد الأين عن شاب الزهري عن عروة حديثك عروة آد ورغس أسوع العلي متابعات كسنة بدي عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وحيت له يدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب شن كم إذا حيوان كالنور عدودة كلهن أما الدقاقة كلها دمانت فواسق ومد حد قدبتو آدمها أسوق محبية إن هررته تقتل في الحرم بالقد لها يا شنتاس الغراب تكوها دي أمد بيرت دي بدر كذي يدر كذي يهنتي ده بو بابي تكو وادب بدن يهاي سوما ما يدار تكو أبن باسة جو وادب كو مد كو هاي مثل كان يريره من مدو بعد كذي هو مدو كدم بس كأله وكأوجو خير درن قراء أبقى علم مديا
الغراب عند الشافعي تكوى أفر قيبوت صدح بادل كودال قولي منا وحالو يغانا غراب الزرع إلا دل مبنانا وأغار سيشن برت الله عنو لمدي هاي ومد كان يريري أفك قد قدوني من جماعة قد قدوني إنه هاوي باشان ديج روعك شمرتي سالة جيري دريق فرنجر تزوغر ميزان تتكيني ومرميقا باقرن راي شمبر من مدو تكاير المود أفكان قدوني من جماعة قد قدوني تاسا غراب الزرع إلا إذا هذا وتكون نوع يا جري ما يهوي من ربا جري دو كدو وانت جري دو قيلي فرطاي سوزاما انت وان راما شعيزو انت وان كرونا تقتل في الحرم الغراب تكهي والحداءة باشا بقليد اللي هذا والكلب بحال مدمدو تكو اقبا جرتو هيل كتشوك تامرك هيل كتشوك وبيقى اقار كسلة تشوك اذو تمادا جرتو سو هاوي لما دي جر يا ما يدك رو متين انا انت يدك رو مي والحداءة يا باشا بقليضة يا والكلب العقور يا اي قدت عنكا يا والعقرب انقر الله يا والفأرة جيرك حديثك عائشة مركو لما متابعات كيس ايو مخراتي وقد بي وحديث من عمر وحدثني زهير بن حرب ومن ابي عمر العدني جميعا عن ابن عيينة سفيان بن عيينة قال الزهير وحور اصقه في روايتي زهير بن حرب ابو خيثمة النسائي يلا بشيخ بقى اسكول راني حدثنا سفيان بوليو اسوق مدهين ابن عيينه مدهين ودات كان مغعيسي ابيه بو عدي عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابي عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحور خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام لا جناح دم بمصر شن خمس شن لا جناح دم بمصر على من قتلهن روح الدردش دم بما ان في الحرم حرمك قدس وجر حق مكان يا والاحرام وحاله الاحرام مكان يا حالبا هذا مكان حرام جوكتي هذا لوغو محرم تهي او حاله احرام كو جيرته وا اسكو ميدو وا لا دلي واشنت النبي الله الفاره والعقرب والغراب والحداءة والكلب العقور التسوي و تشيركا ويد وا تي نبي لو فويس قويه با غونو او شيغاي عقرب كنا وكيل للصلاه دبا لو دلو غديهده والغراب تكون ومدك ابقى عايس خير كدراوي والحداءة تاسدبك امد كو هيس عروتها لا ويديو والكلب العقور وذا ده صلاة أصوى كان لها أيغا تطعنك وحكوها ينا هلا ويدي مركوا بالله دبنا وحانو دنوا دبايوي دباي تطقو دبايوي طيب إن الإمام أبو الحسن الدار قدني حديث كان عبد الله بن عمر وحكوش عيل الكيس مجدد كشي يطبنات لباتني تطبع إلى لباتني ستيت بكاها اللي عيل الكيس يطرق ديس أو أردد كوري سي حديث كالزهري بأسكم من رافيو نمان واسطة الشيغينو وحي شيغين واسطة الشيغون حديث سالم كو شيغين زهري عن سالم عن عبد الله لمن هو قويان واسطة مركة إن الله سوغو سيدا مسلم مريئة أيانا صحة وقال ابن عمر العدني في روايته لابد الشيخ اسكو صلى الله عليه وسلم ربائن وكالسار الفاظ دودي وقال ابن ابي عمر محمد بن عمر ابن محمد بن يحيى بن عمر عن صاحب المسند وكتاب الايمان مطبوع تقانا وحرص في روايته في الحرم والاحرام في الحرم والاحرام ماشي انك روكي في الحرم والاحرام حرم مركوا جمع حرم في الحرم في المواضع الحرم ما له حرم ماذا له يا والاحرام ويو حاله الاحرام حرم ان هذا الجزء حرم والله والله اخر يا مركو حرم اللي يرادنا مركه اني جمع طيبه لو بدن مواضع بعد اسك قدرا في ارض الحرم وفي حاله الاحرام شواهدي ولي ودا شواهدي ولي ودا مرك حديدك حديدك سي هوري ابن عيينه انت انك بخين وحو كدار قدني كو شيغي مسلم نو تلمام دونا ان اسغي نبي لو دخيو واسدد وا اسغي نبي لو دخيو وحديد كاني نك لا عبد الله بن عمر نبي كموسى مقاله هي ولا شي حفص كم مقلي اما عائشة كم مقلي اما هو يمكن مسلمين تمد كما او شيكتي انت سو مركا مسلم تلمام دونا وحونا يدا هذا دار قدني ان عبد الله بن عمر عن رسول الله اللي يداده وحاور رواية سبيان عينا لا تفرضي بو يداده لكن مسلم حد مدينه كد الدنيا سيدنا نقطة مراسل الصحابة وحاوي هو حجة
بإجماع أهل الحديث قليها دم كليه سوريين متكلمين وركود اعتبار ما لها فنق فنق ودماء هذا ليس بعشك فدرجي ويسكسعو مركا يوح بلا ويدين مهيو لكن وحاي كل بيرتها انت بضان مركز عبد الله النبي حديثك قادان عن بويد هذا عن النبي ما أرانا يسمعت رواية سمعت تري إنسا محفوظاهم بيقوليها الحديث كأبدايين وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا من وهب بن عبد الله أخبرني يونس بن زيد الأيدي عن شاب الزهري أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال قالت حفصة حفصة وحيد تري زوج النبي نبي حاس كساهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فاسق شان كم إذا دقاقة لما أنتظر واحد قدب ومد حد قد بوه يوم اعتدى وهرر لا حرج دم ماهن ومصر على من قتلهن الروح دله مر أمر ليس أمري يسيغة الإخبار والغشي يهدو الأنفي حرج كي دم بغض القاضي كل يد حاويون إن شرع وكوية بحلها دلكو مركا نو ترجمه سوا وناتي باب ما يندبو للمحرم. طيب إذن ما يندب حويل مرك وجوب كذا وذا ذا كنت جاي مرة بطنه ذلك ذم واجبة مسوا شيء بنان مسوا سنة لسقهاية شنتن إلا ذل مواجبة مسوا سنة مسوا مباح ولا يدوى بنان تاي لا جناحية لا حرج كده جين نمان كده وسنة أمر كده جين واحد أمر كحون غدا مطلق الطلب والنقضاء ومنه الاستحباب والندب وكم بذا نمام يلبا كله فتي ظاهرية جماعة من أهل العلم خلف وسلف أنه وجوب بي مريان وسيدة وحا الله مقا عابي روح محرم كاوحي لقا حرم اللوب بني إن لقد له ماشي حرم ضال هيدا مكان كايدي ينحلق روح مسلم كان محرم كوا دوسن جوغن يوسن جوغن بحرمه انتو بل اي بنانت إن لد له إلا محرم مرة مر حرم يمكو جوغا مرة وكبحسنية حالة الحرام نوادي كرتا مكانك حرمة هنا وتكد لك كرتال ليلي هوشو ما يري وجوب هلا يري هذا خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن العقرب هنقر الله يا والغراب تكها يا والحداء تبقى اليد ام حقرفت ما فرقيست والفاره تشيرك يا والكلب العقور حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زيد بن حرب عفوا زيد معاويه حدثنا زيد بن جبير أن رجلا باسال بن عمر نمبا ابن عمر ويديه فقال في سؤاله وحجري ما يقتل المحرم من الدواب قفك محرم كي حج صوحده أم عمر صوحده محو كدي لكرا دقاقة فقال وحوري أخبرتني إحدى نسوة رسول الله وحي إيشيكتي هوينك النبي مضوط أنه أمر إنه أمد فري أو أمر أما صبنها الأصول الله فري أن يقتل عفوا أن تقتل إن لدلوه الفارة أما أن يقتل إن الدلو أنت ما نواي حركة أن يقتل أمر نبي حالة فرا أن يقتل هي أمر أن تقتل أنت با الفارة الفارة تندو حركين كل باب فعل كوا حركة دكتور حرنت أما جد أما كرو هي والعقرب هنقر الله هي والحداء باشا سحنقرفت والكلب العقور أما والكلب العقور هي إيجا ضدعنك هي والغراب تكها وحدثنا شيبان بن فروخ الحبطي قال حدثنا أبو عوانة والضاحي بن عبد الله اليشكوري حدث عفوا عن زيد بن جبير الطائي الجشمي وزيد بن جبير بن حرمل روايه أنه دكسو مرين قال وحول زيد بن جبير سأل رجل من عمر ابن عمر بانين ويدي ما يقتل رجل من الدواب وهو محرم روح محرم كا محو حيوانات كدلي كرا قال حدثتني وحيش اكتب إحدى نسوة النبي نبي حاسس كسي من دوض وحيش اكتب أنه كان يأمر نبي إنه فرج لأمديسة بقتل الكلب العقوري أي قدر عن كائن لدلاء بغنو قيس كا يو الفارج شيرك يو العقرب إن قال الله يو الحدية باشا بقل يضا يو الغراب تكها يو الحية أبيستا أبيستا عفوا أما مسكا رواية زيد بن جبير سيدا محفوظ كا وحوي إن لقاريو رؤيا كلا عديي عدة سائلك إيو عدة وحكور نهيبة إن إبهام لقدر والمقلة يسمى الرواية ظهر سائب بن عبد الله وأركي سون حفصة إيش كتب سويري وهو وينك النبي محمد هو عديو حفص كدقي أما الرواية زي من جبير الطائي الجشمي
عن ابن عمر وإبهامي وملدهاي هوين إذا وكقات حديثك ساسا محفوظة رواية كالصهدارة من رواية زيد بن جبير وعضين يسهوين إذا وغير محفوظ عند أهل الحديث. قال وحي لمركة ابن عمر والنبي وكتب يي أما قبرها مسلمته وكتب يهو يدين وفي الصلاة أيضا انت صلاة والقد لها انت صلاة الشيقي صلاة والقد لها وعمر الجري هذا يكون قبطين لها القادي قولي وحيدا ما يوحيون نقول يسا صلاة والقد لها كأضم بيوء حيضا مسك يا أبرسك يا أبي الزد. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب رسولك لا يوحي لي أنا أمغ لكم أرهن خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلنا جناح شن كم بدا حيواناتك دل كود قفك محرمك وحكسار المجر الغراب والحداءة والعقرب والفارة والكلب العقور كلب العقور مركه وحاول نسكوها ياما يحمل على العرف اللغوي ومزه على العرف والقحم بار يا مزه وحالون نقول يا ما يطلق لغة بالله الله بني عرف وحوي كلب عقورك ايجا وهو هل يتقانا بعرف اللي يقانا ايجا بغنو جويسك اما لغة حيوان كستو اوغار صدا امعيله وامد مركي هنددان اسكدعي اما ويرره واللي بحو كمديا وشبيركو كمديا هرمعت كمديا وحاصرن ايجيدو كمتها يبا كلب اللي هذا وكي حديث كيف سير عنك كوا مركي نك عتيبة ابن أبي لهب عتبة الله شيخ ابن أبي لهب عتبة سيد الراجح هو إسلام أسو عتبة إسلام من الصحابة إسكي إلى ليه النجاح حتى أفكون أقدر على غيره نك النبي هو هواري قال لي ماذا كل دنتي مركو الشام أصف ربها القوي يعني عتيبة الله هذا ابن أبي لهب أما عتبة ابن أبي لهب تدق قاركو إن بدل عرق رفتان أسو إنه صح إسلام يبقى راجح ومن الصحابة وياي نقول النبي نفتو كان وكيل النبي يقول اللهم صلت عليه كلبا من كلابك صفر لك يا شام بحيب الراعي هبين نمر صفك الدقي لباح باصوف دول فريست أصي كل جيب وباكس انتو ورسول رح قال يبي كل جل بحيب ما دحوك لتبي القاس وكل دنت فصلت الله عليه كلبا من كلاب وهو الأسد مرك الكلب يطلق لغة على الأسد والفهد والنمر وحرم باليد هذا حيوان كدواق وتقانا ورب ليدان أما عرفا إيه قالوا يقانا مرك إيه ودن للدليل ما هي هاد إذا هذا استعارضان ويكلموا احتماش اللغة حنبارة عرف إيه اللغة كيل هرب مرين سيد اللغة بدن يعاون هرب مريو عرف إيه مرك إيه ودن للدليل ما هي وحل الدليل يا إيه قون إيه ده كسر نحب حاية ضط عن كاس عن بالدليل وهذه سيد الله يجاد هذه لا باش الله بلاريانا وحوي كل جود بالدليل اللي باح يهرم عد كي شبال كي وحاسي يد يو وير كم مصيبة يو وحاسو نبى الله كلا طوراي. وحدثنا هارون ابن عبد الله بن موسى الحماء حدثنا محمد بكر البرساني الأزدي حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال وحول قلت لنافع وحانكوري ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب وحانكوري ابن جرير هذا شيخ النافع وحنقوله ابن عمر ماذا سمعت محات مقشي ابن عمر كم مقشي يحل صوب بنينا يلي الحرام قفك محرم قب بنينا يا قتل ودلك يسمى الدواء بحيوانك دقاق جنولة فقال يحيون نافع قال عبد الله سمعت النبي يقول سمعت النبي يقول رواية أن ضمن نافع مركز سمعت النبي داسي والسكوها يستاء وأنا وراء إدين سومري صدرت أبو جدالك مسلم مسلم حلوية قال رواية النافع إنه هرم مريو هذه حديث ابن عمر بالجوور إنها يو إن سالم يا نافع إننا أن لورد يجيب بالسقوق إذا رواية النافع قال أبو كيني معايا لم يحق قالوا جي ورك النبي كان كم مغلية يا الله يسقوا هاي استا أو حصحة وح إيش يكتي هين حديثك هو إنك النبي محمد مدوق اللي بدنا يعني تاي حفصه أم عائش سمعت أنه مكوى تصرف الرواة ويمرك أيضا تصرف الرواة يقول خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن شن أحكم هذا حيوان كلا جناح دم كمجره أما مصر على من قتلهن الروح الدلة في قتلهن بسبب قتلهن دلك أود دلة دم بكسو قاري ما دبك لين دم بكاري ما دم مويت مالك لدم بكاسو قاري مويت الغراب تكاها أبقى عويا هذا
إيو والحداد روايات كمطلقات تيمو قيد الله وحن باري محيلة وإسكو حكم وانا إسكو سوا والحداءة والعقرب والفارة والكلب العقور. وحدثناه قتيبة بن سعيد وابن رمح محمد بن رمح بن مهاجر عن الليث بن سعد وحدثنا شيبان ابن فروخ الحبطي حدثنا جرير يعني ابن حازم جرير بن عبد الحميد أذوقا تديدين هاي الأزدي جميعا رقاص اللبض الليث بن سعد جرير عن نافع. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسر القرشي حا وحدثنا نمير محمد حدثنا أبي أبينا وعبد الله بن نمير الهمداني جميعا عن عبيد الله بن عبد الله عبيد الله. وحدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين عفوا حدثنا حماد حدثنا أيوب ابن أبي تميت سختيان حماد نواء ابن زيد حدثنا ابن مثنى أبو موسى البصري قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي أخبرنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري ويحيى بن سعيد القطان معها كل هؤلاء الجماعة ما يقنوا وذاده ليث بن سعد إيو نافع ياكل علي بن مسر إيو عبيد الله العمري إيو أيوب وهي مسوى ذات ولحشوب ليث إيو نافع إيو عبيد الله إيو علي بن مسر إيو أيوب إيو حمد سعيد ولح. أخبرنا يحيى بن سعيد كل هؤلاء وذاتها لحدة لما انتود عن نافع بيك قاضنا إيان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك حديث مالك وكلين وريين وابن جريج ولم يقل مؤرن أحد منهم من الخمس مثلا شنو يوددو أنا لحكا لقاي رقا شنطة أما اللحدة أميد كميدا موصن أرن عن نافع عن ابن عمر سمعت النبي مرهن إلا ابن جريج إلا ابن جريج وحدهم وين سمعت مسلمين عضينا الرواية ذا سمعت إن وركيضه وصن عضي إلا إنك سويلي سمعت النبي وحوها رواية ابن جريج قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب وإذن كهذا صومري مسلم ركو حكولي هاي رواد حديثك كقات النافع عن ابن عمر نيري سمعت النبي في الرواية عن ابن عمر مجره في رواية عن نافع عن عمر وان كاهين ابن جريجيو نجد كل جيم باس دايري وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن إسحاق علم ابن جريج نوحوشا وحاكو راعين ابن عمر اويدا سمعت النبي اويدا هذا ابن إسحاق باكو راعي ابن إسحاق وحجة في المغازي والسير وغير حجة في أحاديث الأحكام إذا خالف هذا خلاصة الترجمة واسدة هذا باب المغازي والسير لجوغ وحجة توبع أو لم يتابع هذه لكن في أحاديث الأحكام لجوغ أو رق أو وافق وخير هذه لكن أو خلافه ملقيبا قلي وقد تابع ابن جريج وحديثه كل راعي على ذلك ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي رواية سنواتنا مركة وحال أوران كراوي رواية الجماعة هي المحفوظة عند نينك اللي يدعو عند مسلم وأنا سيدة دار قدني غير كيبا يرجحي وحدثنيه وحاك وحدك إيتبي فضل بن سهل بن إبراهيم الأعرج حدثنا يزن هارون الواسطي أخبرنا محمد بن إسحاق محمد إسحاق مركة مسلم محو جيستي في المطاعبات بكوكينا عن نافع وعبيد الله بن عبد الله بن حفص بن عاصم العمري عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم شني دم بكمجر الدل كودها دي الدل الود الحرم قديس فذكر وحوشي بمثل حديث ابن جريج بوشي وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب المقابري وقتيبة بن سعيد وابن حجر علي بن حجر بن ياسر السعدي قال يحيى بن يحيى وحور أصو في رواية أخبرنا وحكى لما بيجد هذا وأنك إمضان صوم الرأي وقال الآخرون وإذا أدهك ليحى بن أيوب يقطيب بن حجر وحيد هذه حدثنا إسماعيل بن جعفر من أبي كثير الزرقي الأنساري عن عبد الله بن دينار العدوي مولاهم أنه سمع عبد الله بن عمر وحور ربا مركي إنه متابع عبد الله بن عمر عبد الله بن دينار وكينو رواية النافع محفوظة أهيدي ودادوس كل راعين حجين يسو دي ديسا ابن عمر إنه الله سمعت النبي إنه سرعين وكال
يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من قتلهن وهو حرام شننك دلاسه وحج كجره فلا جناح عليه دش الدم بمصر فيهن في قتلهن العقرب والفارة والكلب العقور والغراب والحدية واللفظ ليحيى واللفظ ليحيى لفظ يحيى بن يحيى اسكال عن شيء ملها ولاده كدم بيي يحيى بن ايوب يا قتيبه بن حجر ملها الفاضي بوكالا ساريا حديث كان مركا حديث عائشه وقصوا بالله للاعتماد والاستدلال حديث ابن عمر هي حفصنه وحقوق كان للاستشهاد متابعات طرق بآد أبدي وأنا أحاديث باب قلت من أحاديث أغص وغن وهي صحيح كأسوس سهران لما مسألون ما مالك ماشي كنت جرتو مسألة كو بادي وحاوي وحال اسكو ما ندافي والله اسكو هيا ما ألفاد أيا الراعية مسمعناها أيا الاعتبارنا أيا هل الأصل ما وحاوي اتباع الألفاظ أم مراعاة المعنى تانا وحي الله بنا يسام مفهوم عدد بامشا لغوشيغي خمس أربع خمس من الدواب ترى الله الشيغي شانتا وحا أنكا هين أما اللحظة أنكا هين أما تضبطا نبي قوشيغي أنكا هين ديبكي بها الله شانتا أجيستان أسونا أجيستا من لديل يا مثل لمدي ليوبا يودادو اسكو هيا قوليها أهل القياس كاو سيدا مسلمين تا يبدا يهينا قائسين تا وحيليين هنا وحال اعتبارنا يا المعنى الأصل هنا ومحي ومراعاة المعنى أي العلة شنطا محلود لها إياه وحلود لبكو ضيين مؤذياته فواسق بالنبي قويلي فاسق بويلي إذن وحي الله معنى أي أجل لبكو ضوك لسا أما كدب بضان نبي شنطا وحي أشيقي إنو كوها وحكو مثاليه ومن باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لباحي أي لباح دران هرم عدي يا شبيل ايو هي يا بقاليو اما 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 توكي اي قادران مركا ودادو حيليه شنتا وحاوي مثال من اسقات وحي الدوليه وحدبا وحاصلوا توكي ايو حنق فرغويست فرغويست وحي حمارتي وحدبانا وحاصلوا العقرب والحية وحي أفرقا دي معي وحكود دي لباحي وحي لها البناء وحاصلوا الكلب العقور وحي قوارد لو يقان وحي أبه وحفرة قوارد بالإيدا ده وحاصلوا تشيركا ما يقولون سؤال انت بويات انت وي وح وح صيدا يزهالي وحوح صيدا لواسع بالليل هذا سوا من والليل هذا وحي سنت لوح صيدا ومعي أبي سدي مسك النبي وشيقه يعني حيواناتك وحدب وانت وحد دولة وحمارتة وحد دلولية وحفرة يسو قبت وحد بقون هذاك القويو من عيو حكود دلول اللي باحي يهولي يزيو ايقا وحد سن له ضدك الصيدا مع النبي وكتري يا وحد دفا يعني شنطان أمين اللي احنا نبي وحي أشياء يعني أصول ويهين وحيابا وحقبا إما ها أيها إن كل قد لغسه كوب يو دلك مركا الأصل هنا ومراعاة المعنى كل ما وجد فيه الفسق والأذى حكم كاسو قادنا يا نبي وحي أشياء شنطان للتنبيه والتمثيل ومشيين لقصر الحكم عليهن وذا ده الكاسي مريا وقائسين الكاسين مرين ظاهري وحيلينا الأصل هنا وامحي واتباع الألفاظ شارع أساقا كافس يا حبا النبي أساقا أفصح الخلق أنصح الخلق وأعلم الخلق شنطا وحي أمها غي باترة حيوانات كاكالي مرمر أمبارلس كدعا شنطا لكن وغالب إني آدمها الدبان لحراني وغالب إني آدمها ديهان أو دباتيان ساسا لو شيغي وحي كلام مركا نادرة أسوغ ميشو كومي مجرى دين لباح مسو قلي ييدو مسو قلي سو لما الدلي نينكي الدلانة ديك بو بحنا يا أي فيديو وانين سيد دلي بالحكم شنطان وحالو كيناي ومن الطوافين
والطوافات عليكم باللبابيين وواحد ضد كده هو بنادم وانت بدأ يسكو خطلمان يسكو ريمادان للاك خلمو دبانا توكا كلاك دمان ما يجيرنا لأنكو بكتر سيئة أين إردو بتاقين يعني بقلي يضفو كما بعد أحباد المقالة دي هيركي حافظ حروتي فرهي بركاته كيس كوان وغالب ووحب بدان وانت بدان إذن هسوق لنا بالكون لنك اللي بيح الليجة هذا مربر ولا سكو دعو هكيرين يي يا إسار كار ينو مي يدور تقيب يسكو فعشر ما ضدنا مسو أدو حولي وحاهم بعارسات هالكاسي لما قولي وحلقو بشي والكلب العقور ونادر بالليل أي دلعنا ونادر نمر واشيغي dadlan shan tan kaliya afar tan wa waxa badan aadamaha inay dheehan oo dadka dhibaateeyaan saas xukunku lagu gooniyo la dadhi laayeen maxaa laga yidhi wal kalbu al aqur wa nadir xukunkuna waa la siiyay taa marka waxay keenaysa nabiga inuu magacaabo shay uu gaalib yahay dibkiisu xaq iyo mid uu san gaalib ahayn dibkiisu ay ah waxay keenaysa in la ixtibaariyo macnihii guud ahaa dibitaanka iyo adiyada من هالكاسي اللامري شافعيه ضيقو مرات كويبة بلاريين كرب يقادين هيدا نساس بما من باب التنقيح المناط بنصمينا مرات كويحوي حيوان كستا أو نعفي أن لهين لبانا أه دلك سنة أن ليسكره من بال دلكرا يو هالكاسي اللامري يبا إلا ذي اللي مرنا والله خسمرنا ولعم تنقيح من باب التنقيح هل كان نبي يحكي شيء ده إن حيا أسوق هذه حيوان كان دافن لقومه قنديش حيوان كان مر كأن دافن لهاي ديل كيسنا لسكر ريبين حقنا يدعي كرت مر كقار كوت ولو نادين واحد يبقى أردن باب بنان شنت اللي مد لك هلا يدي يهود كمد هاي سورة كيو دو دولي ده يكمد هايين أي كمد هاي الشنيدو أي كمد هاي القرآن جلو كوا أيوة لما تابن كرو كوا وقعد عالي نعرف جاينا لما تابن كرو مع زواري وحن ديلك سنة لسكر يبين وقعد نعرف لنا أنا هين ها إنه واحد ما الله جاي أبوه ولو نادرا وحصل إن ديلك سوا بناية ده يقوى بلاريين شابعي إذا واحد لما ذا أم أوجه الرئي تنقيح عقاب قصة ما يمان أنا أرك إسكو قعدة رواياتكم مركا هذا وحال الشيء مكل أورميقين ونلحق بين نقطة وحيد مكل سوسادر. شن أفر بكسب باللابتين شن بين نقطتين كدبنا. لحق بين كعدي. وحال قد ريا وكله. إن أي مناطق أوي هاي حيوان كدباجة حديث كي أبي سعيد السنة بدأكم مرتين بق الدليلة. وها يقتل المحرم السبع العادية والكلب العقور. السبع العادي قفكم محرم كوحو ديليا ورابها هرر كأيو أيقا بقنو قويسك بوادلي كرا حديث كاسبحا كجرا ضعف با كجرا سنة كيسو يزيد من أبي زيان اللي كجرا الهاشم وضعيفة لكن ترمذي في جامع وحوري والعمل على هذا عندها العلم قالوا يقتل المحرم السبع العادية فصارت سبعا تضوي نقطي تضوي الله الشيخ محا كدرتا لحل الشيء وحكود ارتامان ربا دقاء قاسوه ونا هرر كاه رواية كل مخزمي غير كيو صحيح وعيش يكتي ذي ديقا ييدا إلا الدلي ما غير نغذين سدين إذن هاوش ويكب حضي حصريقي حالو جداو وحكو فانتان بها الله أصدي باقي هذه يد ومد كوها يحلي حرم بوالو قد الهي سيدا بركوت بسلاة قده اللي قد الهي معانا هاسا مركا صحا وحاسوها ري حيوان كان لصو شيء إيشان تا هذاي علو دبعتة تهاي هي أذيت يدبت هذا ما الله دب يو نف يمال بأي تهاي حيوان كان تضرب ده أما سيدي ده كودي يري يرى محل قسمي مسك يرك هذا الشيء يعني وح كود يلي كريتشرين كير كم ملاي كي هذا صوت حي بقلي هذا يتكها بول كواسارين دوري كرينا يجي وح لطروبان ee maxaad ka sameeyneysaan kuwa maxaa lagu sameey hadayo waxa dhaleen waxa ku dhimi maaya waxa ku sameeyay
إذن بحث أصول أويو مع عموم كلفتي قال لقبسا مسمعناها لاعتبارهم فلسفة جامعة قاسي قد دائية هو سوء الدقاء حالي غراب الله شيء ميالا كلقاب عموم كلفتي قال قبستان سوء سولين أو هذا شام مرة مرة بينا ظهرتان سيد دراويشت وحال ربينا تدادان ماشا وحال الشيغي عموم باكوتشرا عموم لفظ اكوتشرا الغراب من دون تفصيل الحداءة من دون لمكالا قادي تشيرك لمكالا قادي كيس يريو كيس وين بوالا ديني لكالا قادي ماوي اعتبارا للحال وعموم كلفظ انا كنت قلنا او اعتبارا للمآل ومعناها هنا اقناع ولو حد يحال ايجا هي فسق بالله في رمي مرض هذا اي فاسقين هين انت يريدين لما ادري كرم مرك ان كنت الماء نظام فسق يحل ورزان تذكر كان دبات اي غار مرك ان بال الله هذا مهم مرك قان غار بلد له مغو قان غار وهنا قاد الله تابتا انت يري لما لا ايو حد لا فيو ايونا وا لمد مخي كو قان غاران بالفسق بكو قان غارايا او اني قيدت كدبان وحلي وحكو دبي كران تمكن اي هلال ما لم يتمكن من الفسق لا يقتلنا ما هلكاس استغ وراد في عام وراد في عام لكن وها صح عمك اللفظه لان عمك اللفظه لا تكلم او غلو الا بمعنى اقوى منه حرمه الفاظ مركا دمنيس تانا مركا وي جرتا مركا مفهوم كيميشا كجري وحون نقضي مفهوم عدد اون لا اعتبارني للمعاني مفهوم العدد في الاصول ما معتبر بما يسمى معتبر معها ومساله خلافيه ويادنا وي اعتباريان ويادنا ما اعتباريان لكن وحان مرن لهين مركا قرائن يا دلك لا تيمادو مفهوم العدد الا قتاهيو تامر ملها اذا اشياء دي لحظه هي في باب الربا نبغي حكو عليي اي او ربي ان لوغا قياس قاطو وحيابها كلون بين لمتاي لحبان شيغي اما تضبان شيغي وحي لمعنا باب كاجليا وحي قلي سامرك من باب التنبيه بالادنى على الاعلى باب كان ننك رقع وقفي عني كهالي فان نصوصتا قاب كلو تعدي ام حكانت اللوغا رمبلو لوغا صرفانا وحي وقفي عن غزالي كتاب اساس القياس اخرين كتاب شنقور لحقور طبنقور هلو رساله يرو اضقي بدنوي اصولي رساله كنا في بدن ميزن قرين مركا ضربت انها تفانت النصوص تا شنقر لحقر شيبو حفظ كون نقول لانه حقوس وبعايا قاب كون نصوص تا لو لوغا لوغا لبحو احكام تا لوغا فرعميه وحيا باك انا خلافك ما حيسكو هي اهل القياس يا اهل الظواهر جمود كم حاك انا شارع وحكمتي ساكون مقنس ورساله يرى نافعه نتك كسوة دجستا نينك هاي سيدو ورقيا نها اخريو رساله قيم بدنوي معنوه مركب حنا بقول سداء ويلي آدمه وحاول حكمته كجت محيطه وحاول آدمه أدون كان صقر لك يعني حلو كني لص خيري أدون كإنه إلهي كعبده كان تليه عمره خليفنا كان رقده نواقصت يدي بياش إنه ليش سخترت جلينا يا إن لقى قبطال الربا ميشو دونا لقى قبان أسوق محرمة أسوق محرمة هين أسوق حرم جوجا أسوق حلي جوجا وحاصر دنبوا نعمة الله نعمه علي على المكلفين والبشر والإنسان وي ما هنا يجا عضد الله قبل الله الله ينهي أحد كحير مبضان وكقيم مبضان ووحو بضان مضى أهيا دل إيو الدين بأهيا أي خطر كويه والاسكا قبانا يا جي ذهب كقضح لواد قويسان زوما كنعفين لواد ديسان هوش نواسدا حيوان كي آدمها هي مكلف قيمها بنا كيس خرب ماء حمادة قالوا بدين ككوري مادة ما شاء الله قاضى هي لأنه حكب حي وضد الله وطلع قلي حيوان كوضد الله وطلع كي كب حنا وحاول يواردبا دب كيسي دب كيسي دب كيسا بدن أمضى إن لقى قبتوه فرت ديراتي ولا جينا هي قعنتي هروه قلي تبرلوه ولا جينا هي وحسي زبا
dad iyo dunyada far dheeraatay noqdo sharciyada ka hor yimaada amarka rabbiga ku adkaada lahayn waayo xal buu leeyahay geedaha la xalin xayawaanaadka la xalin aadamaha la xalin wax lama taabto hawshu ma aha haddaan wax la taabanin adigu waa beerta geedeed ma guri kartid wax kasta isaga u bux faraha ka qaad geed iyo dad iyo dunyo waa isku mid nin walba hadba taraamo garow lagu daay gafurda gafur dhaaf weey ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض حكمة وين باكو جرتا باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذن ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها بل كان كتشه والله سبحانه وتعالى أعلم.